إذن المتابعين الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر. متابعينا مرحبا بكم وصباح الخير عليكم، ودائما الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، والله يحفظنا ويحفظكم متابعينا الكرام من هذا الوباء هذا يا رب العالمين. معكم المتابعين الكرام في مباشرة في هذا الصباح هذا، فجينا معكم جينا نتحدثوا معكم حول يعني عدد الوفيات اللي ولينا كنشوفوه مرتفع يعني في هذا الصباح هذا، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. وان شاء الله اليوم بعدا بالعشية على مولانا ان شاء الله فنسمعوا شي رقم يعني الصغار، يعني مابقاوش نسمعوا دوك الارقام الخياليه، يعني فوق من 50 حاله ديال الوفاه، فوق من 60 حاله، دائما فوق من 3000 حاله، فوق من 4000 حاله ديال الاصابات. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله، وعلى مولانا ان شاء الله اليوم الله يسمعنا اخبار الخير، يعني نسمعوا بعدا شي هذا اللي شويه. ابتسام كتقول يا رب امين، اختي ابتسام ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا يا رب العالمين. اخ كيقول اخت مينا كتقول واش تسداش كازا؟ هي اختي مينا كازا تسداش، يعني كاينش لاي واحد دابا يدخل. ياسين تحية صباحية عطيرة، تحية ليك خويا ياسين صباحك مبروك. فأكيد يعني كل شيء يعني هي من هذه الأجواء ديال كورونا، وهي من هذه الهضره ديال كورونا، وهي من يعني التداعيات ديال كورونا. فناس كبار دراري صغار، يعني كل شيء قنط، كل شيء بغي يخرج، كل شيء بغي يرجع لحياته الطبيعيه. يعني نتمنى من الله العلي العظيم انه يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. احسن حاجة نقدروا نديروا هذه الوقيته هذه هي اننا نلتزموا شويه بيوتنا، ونقللوا من الخروج، ونقللوا من يعني الملاقيه مع الناس. ف احسن حاجه نقدروا نحفظوا بها وليداتنا، ونديروا بها الوقايه لنفوسنا.
في هذا الصباح ان شاء الله نتمنى من الله العلي العظيم دائما على انه يرفع علينا هذا الوباء هذا ويحد علينا من هذا التزايد ديال عدد الاصابات ان شاء الله يا رب العالمين. ف يعني اكيد على اننا كاملين خاصنا نتعاونوا في ظل هذه الازمه هذه فنتعاونوا بيناتنا يعني وخصوصا حنا كشعب يعني معروف علينا الحمد لله التعاون بيناتنا واننا كنمدوا يد المساعده بيناتنا يعني كنتعاونوا بيناتنا ديما معروفه علينا فالحمد لله نتمنى من الله العلي العظيم كنا متابعينا الكرام على انه يرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. متابعينا الكرام كنا معكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.